السلام عليكم واهلا بيكم. يلا بينا نفرش بيتنا كله ب 1550 جنيه، وكمان عندنا حافظات السجاد النهارده التركي بكل المقاسات بتاعتها الصغيره والكبيره، عندنا باكجات حلوه جدا وهدايا للعروسه وكمان هدايا للي هيشتري الباكجات دي. على فكره هم فتحوا باب الشحن داخل اسكندريه وخارجها، تعالوا بقى نروح نتفرج ونشوف كل العروض الحلوه دي من نساجون الشرقيون عبد الفتاح جروب، ونبتدي على بركه الله. النهارده من عند عبد الفتاح جروب النساجون الشرقيون موجودين في اسكندريه في الفلكي، ده شارع 16 الملك. نزلتي الساعه فيكتوريا هتركبي تنايه هتركبي اي حاجه هتجيبك للفلكي، بعد ما تجيبك للفلكي مدخل الفلكي هتركبي توك توك وتقولوا له نزلني بعد بيت الجمله قصاد كافيتيريا دهب. ادي عبد الفتاح جروب وجنبه على طول المراعي ماركت. يلا بينا ندخل بقى نشوف العروض النهارده. استاذ سامح عامل لكم عروض جامده قوي. كل سنه وانتم بخير. ازي حضرتك كمان منى؟ النهارده عاملين عروض جباره جدا جدا جدا. العنوان يا جماعه للذكر، النهارده احنا في السوق الفلكي شارع 16 ميل بعد بيت الجمله قدام كافيتيريا دهب. حلو. رقم التليفون للتواصل 011-263-6663-03. عروض جبارة عند عبد الفتاح جروب وليس لدينا فروعه. ايوه ووريت لكم انا كمان، على وريتكم كمان الدخله هي عشان فرحتين. ايوه نصبح حد ايه او نصبح عليها. كل سنه وانت طيبه. ونختموا معاها النبي، هنختموا معاها وربنا يخليكي لينا وما نتحرمش منك، وبعدين نختم معاك الفيديو بالافراح والزغاريد والهنا وكله. يلا بينا مدام منى، يلا بينا العروض الجباره النهارده. يلا يا جماعه في قسم التركي. ايوه هنبتدي نقول بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد والسلام. النهارده يا جماعه نبتدي بالعرض الجبار، سجاده يا جماعه 140 في 2 متر. تخيل بكام يا مدام منى دي؟ كام؟ اي حد يقول عليها 650. اه بطلعها النهارده ب 400 جنيه. يا لهوي ربع بجد والله ما قال لي على العروض. اقسمت بالله العلي العظيم سجاده جدا كانت بتطلع 975، خفضناها كام؟ 400 جنيه. الاسعار لغايه امتى العروض؟ يعني اخر الشهر 30 يوم. 30 يوم تمام. دي اخر قطعه. الله ينور عليك. تمام 400 جنيه يا مدام منى. 400 يا بلاش اللي يلحقهم. اه والله زي الفل. ادي كده اول عرض. السجاد التركي يا جماعه بيبتدي عندي من اول 400 جنيه مقاس 140 في 2، وبعد كده المقاس اللي هو الاكبر 160 في 22. ايوه 900 جنيه. حلو. مفاجاه كبرى يا جماعه بنتحدى الاسعار. اشكال ال 900 جنيه قدام حضراتكم دي كام في كام دي؟ 160 يا مدام منى في 22. تمام 900 جنيه يا مدام منى تركي يا بنات. 160 في 22. حلو قوي. تمام كتير بسم الله ما شاء الله. 900 جنيه يا مدام. اشكال والوان. اه حلو قوي. يعني عندنا اشكال بسم الله ما شاء الله. بص استاذه منى ايه؟ الله 900 جنيه مقاس 160 في 22. حلو. نخش على البند الثاني يا استاذه. يلا بينا. 1250 تركي يا جماعه. تركي برضه اللي هو قسم التركي. اه 1250. يلا بينا يا استاذ محمد كده خليك معايا ونفردوا الاشكال بتاعتنا. اوضه التشميم. بص يلا 1250 والاثنين في 3 مدام منى بتاعتها 1850 تركي من ايه بلده مدام. تمام زي الفل. بصي 1250 اهو 250 والاثنين في 3 1950 انا اسف 1850 مدام منى، والمقاس ال 160 في 22 1250. 1250 1250 طبعا اشكال الله اكبر. ايه كتير عشان وقت الفيديو عشان عاملين عروضات جباره النهارده ما شاء الله. نخش على البند الثالث اللي هو ايه؟ شغل البراندات اللي هو التركي. يلا بينا. اعلى حاجه في التركي يا مدام منى اهو الاشكال قدام حضرتك يا مدام منى اهو. اه بسم الله اهو. تمام ال 160 ده المفروض كنا بنطلعه 2200 ده البراند. اه البراندات. اه 2200 2003 قبل الفصل. قبل الفيديو ما نعملوها مدام منى كنا بنطلعه 1850 خفضناه عشان يوميات اسره بسيطه 1650. 1650 1650 والاثنين في 3 باذن الله بدل 3400 من خفضناها 2850 خليناها الفيديو ده 2650 جنيه. زي الفل. عروض كتير. بعد اذن حضرتك اعملي زوم عليها. بصوا يا بنات ده في اشكال والوان زي ما احنا شايفين كده. اشكال كتير ما شاء الله. مره مدام منى بنفاجئ اي عروسه بتيجي عندنا بتعدي نسبه المشتريات ال 3000 جنيه ليها 3 هديه. والله طقم حمام باذن الله استاذه منى. حلو. طقم حمام، طقم نجيله، عتبة باب شقه او طقم مطبخ باذن الله. اي خدمه. وفي تخفيضات للارامل والجمعيات الخيريه والايتام يا جماعه. زي الفل. يلا بينا يا جماعه نخش يلا بينا قسم المفاجآت قسم النساجون. يلا بينا. يلا بينا. عروض النساجون عند عبد الفتاح جروب يا جماعه، عاملين عروض جباره جدا جدا يا جماعه، وعاملين افرش بيتك باي
سعر عند عبد الفتاح جروب. حلو. عندنا النهارده يعني زاد عن ايه 8 ايه 9 عروض يا جماعه. اول عرض باذن الله الصلاه والسلام على سيدنا محمد. بسم الله. اول عرض 1550. بصوا يا بنات 1550 عباره. وبعد كده تاني عرض 1650. حلو. وتاني عرض 2250. تمام. تفرشي شقه كامله ب 1550. حلوه قوي. او 1650 او 2250. ادي العروض قدامكم اهي. العرض الاول يا مدام منى سجاده زائد سجاده هديه زائد كفر سجاده 2 في 3 عامل كام؟ 2250. تمام. العرض شغل السجون. العرض الثاني سجاده زي سجاده هديه زائد كفر 2 في 3 هديه عاملين 1650. تمام. العرض الثاني سجاده زي سجاده هديه 160 بس المقاس 160. ايوه عشان تاخدوا بالكم. وكفر عامل 1550. حلو. العروض هنشرحه يا جماعه الاشكال دي ونتكلم. تمام. جدا جدا احنا لسه عاملين النهارده مصممينها لميت قصه بسيطه. اول عرض يا جماعه افرش بيتك ان شاء الله. حلو. افرش بيتك عندنا وعروض تناسب الجميع بمناسبه فصل الشتاء. يا اما عرض ب 3500. أيوة. يا اما عرض ب 4500. تمام. عرض يا جماعه تفرشي بيتك كامل ب 3500. تمام. العرض ده يا جماعه ما حدش يزعل ايه مني، العرض ده حقيقي جدا جدا جدا. زي الفل. حلو. عباره عن ايه يا جماعه؟ بمناسبه فصل الشتاء وعيد المسيحيين. ايوه. اخواتنا عباره عن سجاده وعليها سجاده هديه المقاس 160 في 22. وفرش نوم كامل 4 متر 2 و2 عرض 80 وفرش غرفه اطفال كامله 2 و2 عرض 80 وطرقه 2 متر ونص في عرض 80 والهدايا مع والهدايا 2 متر في عرض متر. تمام. وطقم حمام مستورد هديه ونجيله 2 متر في عرض 80. العرض كله شامل كام؟ 3 مفاجاه كبرى. 3500. هو نفس العرض يا جماعه بس غيرنا بدل 160 2 في 3 كام؟ 4500. تمام. بص نفسه منا. هو بس ده هو يعني هو بس بدل من 160 في 22 لا هنخليها 2 في 3. تمام. هنشوفوا يا جماعه الاشكال بتاعتنا. يلا بينا. بس قبل ما نشوف الاشكال تعالوا نشوف الكفرات بتاعتنا. الكفرات بقى يلا بينا. الناس بتستناه. يا جماعه انا النهارده عامل شغل كفرات يا جماعه منبع كفرات الله اكبر جايب مخزن كده على قده كده ان شاء الله. الله. بفضل ربنا ومجهود مدام منى ايه معانا؟ انت اخويا سامح. دعوة الحاجة تسمينا مدام منى. جايبين منبع ايه كفرات يا جماعه بس هنفاجئ الكل يا جماعه النهارده. الكفر يا جماعه محمد اخويا هيتفاجئ يا جماعه اهو. كفر النهارده 2 في 3 عامل كام بما ورد اللي بيطلع؟ 450 مكتوب في البانر اهو. 450 لا هنخلوه 430 جنيه. 430 يا جماعه يعني انا بطلع جمله. حلو. 430 الاشكال. اتفرج بقى. 2 في 3 قدام حضرتك. بصوا بقى. 160 عز محمد عامل كام؟ 375. 375 خليته 330 جنيه. حلوه قوي. 330 جنيه. الله على الالوان. يا جماعه الله على الالوان. اول مره تنزل عندنا. بسم الله ما شاء الله. يبقى 2 في 3 مدام عامله كام؟ 430. والمقاس ال 160 عامله 330 جنيه. زي الفل. بص يا جماعه يلا اكبر. بسم الله ما شاء الله منبع يا جماعه. بصراحه يجنن. وال 160 طبعا ورا عز محمد اهو. الله ينور عليكم. اهم حاجه ده اودي الناس معانا. بص يا مدام منى كمان اهو و80 في متر في 2 متر مدام منى عامله كام؟ حلو. 220 كانت عامله 190 الفيديوهات اللي فاتت يا جماعه رجعوا خليناها الفيديو ده 170 جنيه. 170 وبس. اشكال كتيره مدام منى بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي كميه والتوصيل الايكيا والتوصيل خارج اسكندريه عامل 100 جنيه يا جماعه في شحن. وداخل اسكندريه لاي مكان عامل 50 جنيه. يعني دلوقتي بقى عندنا داخل وخارج اسكندريه. عندنا مدام في اي مكان. زي الفل. تمام. بص يا مدام منى عشان ما شرحناش التركي اللي برندات 140 في 2 متر دي بدا 1400 خفضناها عامله كام؟ كام؟ 1250 يا جماعه. دي مشايات دي ولا سجاد؟ لا سجاده مدام منى. سجاده 140 يا مدام منى في 2 متر. تمام. المقاس المحير. الله ينور عليك اللي هو اقل من 160 في 3. حلو قوي. تعالوا يا جماعه نشرحه اللي هو العرض اللي احنا قلناه ده جوه. يلا بينا. دي تاني كمان. عرض قبل ما نقول يا جماعه مواصفات العرض اللي احنا قلنا عليه اللي هو الايبانر دوت قلنا لكم نقول لكم على ده. بسم الله ونخش جوه يا جماعه. ايوه. جايب سجاده يا جماعه مفاجاه كبرى. الديل في 3 عامله 875 والمقاس ال 160 في 32 575. تمام. ازاي يا جماعه العرض ده اكيد يا جماعه عند عبد الفتاح جروب. يلا بينا. عباره عن الاشكال بتاعتنا. بصوا بقى. بصوا يا جماعه نقول بسم الله يعني والصلاه والسلام. دي بكام؟ 160 في 32 575. انتوا شايفين اللمعه كمان 575. ده منتج عطيف على الحريه مدام. ايوه. والاتنين في 3 عامله 875. ما شاء الله. اشكال كتير جميله. اشكال كتير مشاتها موجوده. الله. بصوا يا بنات بصوا اللون ده وجماله تحفه. سكر 875 2 في 3 و 575 اشكال كتيره انا من حبي فيها حفظتها. ايوه.
بص الوان كتير الالوان الحلوه دي الله اكبر زي الفل حلو ده 575 كويس ان انت جبت لنا العرض ده يا سامي جامد كل تيف 3 عامل 875 هنخش يا جماعه على العروض اللي هو شرح البنط يلا بينا ده اللي احنا قلنا عليه وعايزين نشوفه بقى احنا يا جماعه هنشرح ايه عرض دوت اول بينا. عرض ده مدام ايمونه هنشرحه باذن الله 2250 يلا بينا عرض جبار يا جماعه عند عبد الفتاح انجلو قدامنا اهو العرض بتاعنا السكول اللي هو 2250 اهو حلو سجاده عليها سجاله عليها كفر 2 في 3 هديه يا جماعه يعمل كام 2250 العرض هو يا جماعه نستهونش الكون عند عبد الفتاح اشكال بقى اهي زي ما انتم عايزين 2 في 3 يا جماعه بصوا يا جماعه الاسكال بتاعتنا عامله ازاي هتفرد هناك تمام حاجه زي ايه كده حلوه قوي تمام واحده عليها واحده وعليها كفر سجاد الاشكال اللي هنشوفها 2250 الاشكال بتاعتنا حلو العرض ده حلوه قوي ما شاء الله 2250 اشكال كتير ايوه والوان كتير يبقى معانا فيهم سجادتين 2 في 3 فيهم سجادتين 2 في 3 ايوه والكفر المفاجاه الكبرى اللي هو 2 في 3 حلو هديه فرد تمام والمفاجاه الكبرى مدام منى فيهم مشايات بالمتر حلو عرض المتر وعرض ال 80 وعرض ال 60 بتاعه موجود تمام ده اول عرض مدام منى اللي هو عامل كام 2250 سجادتين 2 في 3 وكفر السجاد اللي هو 2 في 3 هديه زي نشوف 1650 شكله ايه؟ عرض تاني عند عبد الفتاح جروب يا جماعه، عرض 1650 عباره عن سجادتين 2 في 3 وكفر سجادي 2 في 3 ركبه يا جماعه. ورينا بقى. عباره عن نساجون درجه اولى، افرش فيها يا استاذ محمد. بس هو كله كشمير ولا في الوان؟ لا في الوان كتير، انا جايبه مدام منى اهو. طب انتوا هاتوه كده عشان الناس تشوف. انتوا كده بتفردوا لمين؟ ماشي. كده عليا. بصوا ده في الوان هي بنات كشمير ورصاصي. والجنزاري حلو قوي وعليها سجاد وعليها كفر الله زي الفل تمام 1550 العرض الثالث 1550 عباره عن ايه سجادتين نساجون متر ونص في 22 وكفر سجاده يا جماعه هديه متر 60 في 22 الاشكال قدام حضراتكم اهو حلو قوي بص يا جماعه هو نفس لا هو نفس الاشكال بتاع العرض اللي في 3 اللي عامل 2250 بس اختلاف المقاس في السجاد وفي الكفر حلو الاشكال الله اكبر كتير يعني هتاخدي ثلاث سجاجيد ومعاهم كفر ب 1550 ده عاملين كام 1550 تمام تعالوا يا جماعه هنخش على الباكج ابو 4500 يلا بينا و3500 بيتك كله بقى افرش بيتك كله يا جماعه عند عبد الفتاح جروب هنا وبس يا جماعه عباره عن 3500 و4500 يا جماعه 3500 عباره عن ايه؟ سجادتين 160 في 32 يا مدام منى اي واحده من دول اي واحده يا جماعه من الجنبين بص يا مدام منى عليك حريه الاختيار مش بايد العميل اللي هيجي زي الفل ياخد شوارت باكج 3500 تعالي افرشي بيتك 3500 عباره عن ايه؟ سجادتين 160 سجادتين يا بنات من هنا أيوة. من هنا اول الصف لاخر الصف يا مدام منى الصف حلو والجنب الشمال بتاعنا من اول الصف لاخر الصف تمام ده بالنسبه لل 160 والمشايه 4 متر في عرض 80 اوضه نوم اساسيه تمام عباره عن مشايتين 80 في 2 و80 في 2 زي كده مثلا منتج حريري اهي تفرشي بيتك اللي هو ب 3500 حلو بجميع الالوان قدام حضرتك اللي هو عباره عن ايه؟ مشايتين 4 متر في عرض 80 غرفه نوم اساسيه وغرفه اطفال 4 متر في عرض 80 حلو وطرقه كوريدور 2 متر ونص في عرض 80 ولهدايه عبد الفتاح جروب عباره عن ايه؟ عن ايه؟ طقم حمام الثورات وان شاء الله اللي هو قطعيه ايه مطبخ متر في 2 ونجيله متر في 2 يعني هتفرشي حتى المطبخ هتقول حمام كمان والحمام معانا الله ينور نستأذن حضرتك يا مدام منى هفرش الاشكال بتاعتنا اهو 260 يا بنات تمام حتتين 160 في 22 وغير المشاب بتاعتنا وعندك الحتتين بتوع اوضه النوم 3500 ايوه تمام. وتفرشي مطبخ وحمام أيوة قدام حضرتك يا مدام منى تختاريه قدام سيادتك هنا عرفوهم عشان بقى فين حبايبي تفرشي اللي هو بيتك ب 3500 بصوا يا بنات عسل عسل يا استاذه اشكال بسم الله ما شاء الله الله اكبر اشكال كتير وعروضنا ان شاء الله مستمره لمدة 30 يوم تمام والمشاهد بتاعتنا مدام منى ان شاء الله استاذن سيادتك تيجي معايا ونعمل زوم كده معايا يلا بينا عشان خاطر يا جماعه انا عندي منبع مشايات ايوه ده السجاده اللي احنا شفناه
والمشايات هي زومه مجموعه بعد اذن حضرتك اهو اللي جوه دي صح ان شاء الله اللي فوق اهو تمام اي حاجه من قدام الاستاذ منى اهي قدام حضراتك اهو موجوده المشايات موجوده المشايات تمام ان شاء الله الباكج دوت عامل 3500 تمام نشوفوا يا جماعه الباكج اللي عامل 4500 الفرق يا بنات بس ان ده 2 في 3 وده 160 الاشكال بتاعتنا يا جماعه في ال 2 في 3 قدام حضراتكم اهي بصوا بقى اي حاجه 2 في 3 قدام حضراتكم هو هنا بتاخدي السكتين 2 في 3 شرح سريع وتاخدي اوضه نوم 4 متر في عرض 80 مشايتين جنبين كسري يعني سجادتين تاني واوضه الاطفال 4 متر في عرض 80 جنبين حلو وبتاخدي طرقه 2 متر ونص في عرض 80 طرقه وبتاخدي طقم حمام هديه ونجيله 2 متر في عرض متر باذن الله وان شاء الله قطعيه مطبخ هديه يا جماعه العرض ده يا جماعه مستمر عندنا عند عبد الفتاح جروب فرعنا وبس وليس لدينا فروع اخرى يا جماعه أيوة. وقبل ما نختم الفيديو عايزين نشرح شرح ايه التفصيل يا جماعه يلا بينا العنوان السيوف الفلكي شارع 16 ملك بعد بيت الجمله قدام كافتيريا دهب ورينا لكم الليبر يا جماعه والشحن خارج اسكندريه 100 جنيه وداخل اسكندريه 50 جنيه رقم التليفون التواصل 011-263-666-03 تعالى نختم مع الحاجه يلا قبل بينا ما نختم الفيديو يلا فطلع. بينا هنا العنوان عبد الفتاح جروب بقى اول حد يصدق العروض عند عبد الفتاح جروب بس سامح وبس سامح وبس يا جماعه وبس العروض عندنا الارامل والعجايز والعرايس وكله يفرش والاخوان المسيحيين اهي ايوه طبعا حبيبتنا ايوه يا جماعه ادي مسيحيين الايام اللي جايه كل سنه وهم طيبين خالتي يعتبر ايوه اختي ام امير منوره الدنيا ربنا يخليكم لبعض يا رب ما يتوهش حد واهلا بيك السيوف الفلكي شارع 16 ملك بعد بيت الجمله قدام كافتيريا دهب الله ينور عليك رقم التليفون التواصل 011-263-666-00 عايز احضر واحلى واحلى فيديو وتلعلعي يا مدام منى والمره الجايه هيبقى ايوه سامح ان شاء الله هو ده هتلعلعي ومع اللي محاربه الغلابه تمام احنا للغلابه والارامل والعجائب ربنا يخليكي ليهم يا حاجه يا رب يا مصر الله يخليك يا مصر